إذا القضاء يحكم على شخص باللي هو عمل الجريمة ولا عمل حاجة، نجيب القضاء. الحزب الحزب في حد ذاته على واحد، لا مش مسألة حكم، ما تحكمش على واحد بالإعلام، يعملوا له حملة إعلامية اللي هو فما فساد. فوزي مش الإعلام، الحزب له أمن، له يعمل بحث على الشقاعات صاير، لا يجب يكون عنده عنصر فاسد مثلا يغض عليه الطرف حتى يشد الحكمة. لا، إذا ثم أمور قانونية وثم محكمة وثم في المحكمة باش يحكموا عليه اللي هو عمل متورط في حاجة، وقتها الحزب ياخذ إجراءات. أما باش يجيني ملول بكل تعمل لي حملة إعلامية وتقول لي ثم شبهة وباش يتورط وعندي ملفات، كم نسمعوا فيها حكاية الملفات، الناس الكل قالوا عندي ملفات، وينهم الملفات؟ أعطيني شكون الملفات اللي موجودين؟ أنا نسمع في الملفات عاوز ما شفت حتى ملف، وفي القضايا تعدى في القضايا تتحفظ القضية، ما ثماش والقضاء مستقل في تونس. والقضاء قاعد يقوم بدوره، أنا ما ندخلش في متاهات هذية، وذوما حملات تشويهية إعلامية تشويهية، لو كان فما حاجة ثابتة احنا ناخذوا اجراءات في الحزب، ما ثماش حاجه ثابته، ما ندخلوش في الاشاعات وفي المتاهات حتى مجرد التدقيق، يعني ماهوش دورنا.